السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن جميع التسريبات القادمة معنا في لعبة الإف سي موبايل يا شباب. أول شيء سوف نتحدث عنه هو التسريبات الخاصة بديربي شمال لندن يا جماعة. سوف أضع لكم يعني الفريقين القادمين، كذلك الاحتماليات اللاعبين الذين سوف يكونون معنا بشكل مجاني في حدث ديربي شمال لندن يا شباب. كذلك سوف نتحدث عن التسريبات القادمة في حدث التعاقدات الغامضة، يعني بشكل رسمي وبشكل مؤكد قد تم تأكيد كلا اللاعبين يا شباب. كذلك سوف نتحدث عن الحدث القادم وعن البطاقات التي سوف تكون معنا في الحدث الذي سوف ينزل يا شباب، غالبا يوم الاربعاء او يوم الخميس يا شباب القادم. لذلك يا شباب لا تنسوا في البدايه الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم دائما جديد هذه القناه. لا تنسوا يا شباب تفعيل كل الاشعارات لكي يصلكم كل جديد خاص بهذه القناه. وهي بنا يا جماعه من دون ان اطيل عليكم، الان يا شباب سوف ندخل لحدث الرايفلز يا شباب. سوف نتوجه مباشره لديربي مانشستر يا شباب، لانه يعني بطاقه فاران بطاقه اسطوري، اتمنى ان تكونوا قد حصلتم عليها. اما بالنسبه لديربي شمال لندن، اعتقد ان الكل لا يعرف يعني ديربي شمال لندن، فغالبا سوف يكون معنا فريقين، الفريق الاول وهو فريق ارسنال والفريق الثاني هو فريق توتنهام يا جماعه. كلا الفريقين سوف نقوم باختيار افضل لاعب بين كلا الفريقين، بالتالي سوف يكون معنا لاعب في فريق الارسنال ولاعب في فريق توتنهام. كلا اللاعبين سوف يكون الاوفر الخاص بهم بين 88 وبين 89. سوف نحاول في هذا الفيديو تخمين اللاعبين يا شباب. اول شيء سوف نختار الارسنال، ثم سوف نقوم بالبحث عن اللاعبين، وسوف نقوم بفرض اللاعب الذي يمكن ان يكون معنا في ديربي شمال لندن يا جماعه. فبالنسبه لفريق الارسنال فلدينا ثلاثه اختيارات، اما ان يكون بطاقه صليبه، ولكن يعني ازيل هذه الاحتماليه لان بطاقه صليبه قد نزلت عده مرات بشكل مجاني، لذلك سوف نستبعد بطاقه صليبه. البطاقه المواليه هي بطاقه هافرز، بطاقه هافرز من المحتمل بشكل كبير ان تكون هي البطاقة التي سوف تكون معنا يا شباب. بالنسبة لبطاقة أوديغارد يعني استبعد كذلك هذا اللاعب، لأن هنالك العديد من البطاقات الكام التي نزلت معنا، خصوصا في حدث التعاقدات الغامضة سوف تكون معنا بطاقة كام، لذلك سوف نزيل بطاقة الكام كذلك. الخيارات المتبقية يا شباب، لدينا لاعبين يا شباب بشكل كبير هم اللاعبين الذين سوف يكونون معنا، إما بطاقة ساكا يا شباب، بطاقة ساكا سوف تكون ب 87، كذلك الاحتمالية يعني أصبحت ضعيفة لأنه توجد بطاقة ساكا بأوفر 87. لأنه غالبا البطاقة التي سوف تكون معنا في ديربي شمال لندن سوف يكون الأوفر الخاص بها بين 87 و89. أما بالنسبة للبطاقة المتبقية بطاقة دوكلان رايس يا شباب، أعتقد أنها هي البطاقة التي سوف تكون معنا في فريق الأرسنال، إلا إذا ما فاجأتنا اللعبة ووضعت يعني إما بطاقة رامزدال أو بطاقة جابرييل مارتينيلي. أو يا جابرييل، لذلك فهذه هي البطاقات المحتملة بشكل كبير أن تكون معنا في ديربي الأرسنال يا شباب. الآن سوف ننتقل للفريق الموالي وسوف نقوم بتخمين البطاقة التي سوف تكون معنا في فريق توتنهام يا جماعه. لو تعملها الاف سي موبايل وتضع لنا بطاقه صون يا شباب، تخيلوا لو كانت بطاقه صون مجانيه، ولو ان الاحتمال كذلك قليل لانه يعني توجد بطاقه باوفر 87 للاعب صون يا شباب. لذلك بالنسبه لتوتنهام فلا يوجد يعني العديد من اللاعبين المعروفين او التي لهم بطاقات في لعبه الاف سي موبايل، لذلك سوف يكون التخمين بسيط في هذا الفريق يا جماعه. هنالك احتماليه كبيره ان تكون بطاقه لكولوزوفسكي يا شباب، كذلك احتمال كبيرة لكي يكون هنالك بطاقة لماديسون، دون أن نتحدث عن بطاقة ريتشارلسون أو بطاقة روليس، فهذه البطاقات المعروفة التي يمكن أن تكون هنالك بطاقات خاصة بها في حدث ديربي شمال لندن يا جماعة. كذلك بالنسبة لهذا الإيربي وهو الخاص ببيدرو بورو يا شباب، فهذه البطاقات التي يمكن أن تكون معنا في ديربي لندن. لا تنسوا يا شباب أن تكتبوا لي تخميناتكم في التعليقات لكي أرى هل وفقتم في اختيار هذا اللاعب بعد نزول ديربي شمال لندن أم لا يا شباب. الآن يا شباب سوف نتوجه مباشرة لحدث التعاقد الغامضة، فقد تم تأكيد اللاعبين القادمين معنا في هذا الحدث. أول بطاقة هي بطاقة ماركينيوس يا شباب، كنت قد سربت لكم كل هذه التسريبات يعني قبل 4 أيام يا شباب. أما بالنسبة للبطاقة الثانية وهي بطاقة الخاصة ببيلي يا شباب، كلا البطاقتين سوف يكونون مجانا، أتمنى أن تقوموا باختيار بطاقة ماركينيوس لأن بطاقة ماركينيوس كانت لدي يا شباب والله يعني مدافع أسطوري، أسطوري بمعنى الكلمة حرفيا يا شباب، بطاقة سوف تكون جبارة يا شباب في حدث التعاقدات الغامضة. أما بالنسبة للحدث التي سوف يكون معنا يعني يوم الاربعاء، فهذا الحدث يعني لا نعرف لحد الساعة طريقة نزوله، غالبا سوف يكون في المتجر يا شباب. لدينا عدد كبير من اللاعبين الذين سوف يكونون جبارين في هذا الحدث. اولى البطاقات هي بطاقة ميسي في مركز الار دبليو ب 95 في الاوفر، يا رب على هذه البطاقة يا شباب. كذلك معنا بطاقة فاندك باوفر 95 في مركز السي بي، كذلك معنا بطاقة كاسس باوفر 94 في مركز الجيكي، ومعنا بطاقة جبارة في حراسة المرمى بطاقة نوير باوفر 94 يا شباب.
شباب، هذه البطاقة يعني كما تعلمون فبطاقة نوير نزلت لحد الساعة أكثر من 3 بطاقات خاصة بهذا الحارس لأنه أداؤه بشكل كبير، ولو أنه بلعوا 5 أو 4 بالأمس يا شباب أمام لايبزيغ إلا أنه والله في الحقيقة أكبر ثقبة في العالم يا شباب. أما بالنسبة لباقي البطاقات فهي على هذا الشكل يا شباب، معنا بطاقة كيليان بومبي في مركز الإس يا شباب، كذلك البنز ابن التم، كذلك بيبي ونوير وكارفاخال، فكلها بطاقات جبارة. أحتاج يعني تجريب بطاقة مارتينيز لأنه غالبا سوف يكون رهيب في السرعة يا شباب. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.